الخبر الثالث يقول: ما روى صاحب شرح السنة رحمه الله في كتابه في باب آخر من يخرج من النار، صاحب شرح السنة في كتابه في باب آخر من يخرج من النار عن أبي هريرة في حديث طويل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: فيأتيهم الله في غير الصورة التي يعرفون، فيأتيهم الله في غير الصورة التي يعرفون، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: نعوذ بالله، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإن بيننا وبينه علامة، فإن أتانا ربنا عرفناه. فيأتيهم الله في الصورة التي يعرفون، فيقولون: أنت ربنا، فيتبعونه. طبعا هذه الرواية عندنا كلام فيها سجلناه سابقا في أسطورة مستقلة، وإن شاء الله نسأل الله تعالى أن نوفق للحديث عن هذه الرواية وفي هذه الرواية ومع هذه الرواية في الأسطورة المسجلة. أقول واعلم، يقول للرازي، يقول: واعلم أن الكلام على هذا الحديث من وجهين، الأول والثاني. إذن كلامين في الخبر الثالث، ما روي أو ما روى صاحب شرح السنة في كتابه. يقول، لاحظ، يريد أن يؤول، إذن يعطي مبررات التأويل الذي سيختاره، محتمل التأويل. لماذا يقول اختار هذا التأويل؟ لماذا يحتمل هذا التأويل؟ يقول لي كذا وكذا. لماذا يحتمل التأويل الثاني؟ يقول لي كذا وكذا. وإذا عنده ترجح يقول: هذا أرجح من هذا أو ذاك أرجح من هذا. لكن أين البحث؟ البحث في التأويل. يقول الأول، إذن يقول إن الكلام على هذا الحديث من وجهين، الأول أن تكون في بمعنى الباء، يعني ماذا ورد في الرواية؟ يقول: فيأتيهم الله في غير الصورة التي يعرفون. يقول هذه الفي في غير الصورة، هذه في بمعنى الباء، فيقول التقدير: فيأتيهم الله بصورة غير الصورة التي عرفوه بها في الدنيا، وذلك، لاحظ، فيأتيهم الله بصورة غير الصورة التي عرفوه بها في الدنيا، وذلك بأن يريهم ملكا من الملائكة. ونظيره قول ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، أي يقول بظلل من الغمام. التفت جيدا فقط أنا للتوضيح، يعني مني هذا الكلام. لاحظ، فيأتيهم الله بصورة غير الصورة التي عرفوه بها في الدنيا، لاحظ، وذلك بأن يريهم ملكا من الملائكة بصورة غير الصورة التي كان هذا الملك يأتيهم فيها أو بها في الدنيا. واضح؟ يعني كان يأتيهم، هم كانوا يرون ملكا في الدنيا بصورة معينة، ففي الآخرة كان هذا الملك مرسل من الله سبحانه وتعالى، وفي الآخرة يأتي هذا الملك يقول: أنا مرسل من الله، أنا الذي أتيتكم في الدنيا. يقولون: لا، أنت لا تشبه من أتانا في الدنيا. أو يقول: أنا مرسل من الله. يقولون: لا، أنت غير الملك الذي كان يرسله الله لنا في الدنيا. هذا تأويل. إذن لا نريد أن ندخل بتفصيل مراد الرازي. إذن يقول أن الكلام على هذا الحديث من وجهين، أن تكون فيه بمعنى الباء، والتقدير: فيأتيهم الله بصورة غير الصورة التي عرفوه بها في الدنيا، وذلك بأن يريهم ملكا من الملائكة. ونظيره قول ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، أي بظلل، لاحظ، في ظلل، أي بظلل من الغمام. يقول الرازي: ثم إن تلك الصورة تقول، كما في الرواية يقول: فيقول أنا ربكم. يقول إن تلك الصورة تقول: أنا ربكم، وكأن ذلك آخر محنة تقع للمكلفين في دار الآخرة، وتكون الفائدة فيه تثبيت المؤمنين على القول الصالح. آخر اختبار، آخر محنة تقع للمكلفين في دار الآخرة، وتكون الفائدة فيه تثبيت المؤمنين على القول الصالح. وإنما يقال: الدنيا دار محنة، والآخرة دار الجزاء. يقول: إن قلت بأن الدنيا دار محنة والآخرة دار جزاء، فكيف تقول هنا يوجد محنة في الآخرة؟ يقول هنا، يجيب على هذا الإشكال، يقول: وإنما يقال الدنيا دار محنة والآخرة دار جزاء على الأعم الأغلب، ليس دائما، وإن كان يقع في كل، يقول الدنيا دار محنة والآخرة دار جزاء على الأعم الأغلب،
وإن كان يقع في كل واحدة منهما ما يقع في الأخرى نادرا. ويقول: أما قوله عليه السلام وعليه وعلى آله الصلاة والسلام: إذا جاء ربنا عرفناه، فيحمل على أن يكون المراد فإذا جاء إحسان ربنا عرفناه. وقوله فيأتيهم الله في الصورة التي يعرفونها، يقول فمعناه يأتيهم بالصورة التي يعرفون أنها من أمارات الإحسان. وأما قوله عليه السلام فيقولون بيننا وبينه علامة، فيحتمل أن تكون تلك العلامة كونه تعالى في حقيقته مخالفا للجواهر والأعراض، فإذا رأوا تلك الحقيقة عرفوا أنه هو الله. إذا عرفوا هذه الحقيقة بأنه مخالف للجواهر والأعراض فلا يمكن أن يرى، فقد عرف الله. هذا هو الأمر وهذا هو المبنى، انتبه جيدا. فيحتمل أن تكون تلك العلامة كونه تعالى في حقيقته مخالفا للجواهر والأعراض، فإذا رأوا تلك الحقيقة، إذا علموا وتيقنوا هذه الحقيقة عرفوا أنه هو الله. التأويل الثاني، هذا قلنا وأن الكلام على هذا حديث من وجهين، قال الأول وبعد هذا الثاني، أن يكون المراد من الصورة الصفة، والمعنى أن يظهر لهم بطش، يظهر لهم بطش الله وشدة بأسه ما لم يألفوه ولم يعتادوه من معاملة الله تعالى معهم، ثم تأتيهم بعد ذلك أنواع الرحمة والكرامة على الوجه الذي اعتادوه وألفوه. الخبر الرابع، إذن انتهى الخبر الأول والثاني والثالث، أول المعاني والألفاظ إلى المعاني المؤولة في الخبر الأول والثاني والثالث، يدخل في الخبر الرابع. يقول: ما روي عنه عليه السلام وعليه وعلى آله الصلاة والسلام أنه قال: رأيت ربي في أحسن صورة. يقول: واعلم أن قوله عليه وعلى آله الصلاة والسلام في أحسن صورة أليف وباء. أليف يحتمل أن يكون من صفات الرائي، كما يقال دخلت على الأمير على أحسن هيئة، أي وأنا كنت على أحسن هيئة، أي دخلت على الأمير وأنا كنت بأحسن هيئة وعلى أحسن هيئة، وأرتدي أحسن الملابس وأتزين بأحسن زينة. هذه صفات الرائي. إذن يقول أليف يحتمل أن يكون من صفات الرائي كما يقال دخلت على الأمير على أحسن هيئة، أي وأنا كنت على أحسن هيئة. باء، ويحتمل أن يكون ذلك من صفات المرئي، من صفات في المثال من صفات الأمير، وكان الأمير على أحسن هيئة. إذن يحتمل أن يكون من صفات الرائي الذي رأى الأمير، ويحتمل أن تكون من صفات الأمير. دخلت على الأمير وأنا في أحسن هيئة، أو دخلت على الأمير وهو في أحسن هيئة. دخلت على الأمير وأنا في أحسن صورة، ودخلت على الأمير وهو في أحسن صورة. هذا هو مقصود الرازي. يقول أليف وباء، فإن كان ذلك من صفات الرائي، تذكر المثال دخلت على الأمير وأنا في أحسن صورة في أحسن هيئة، فإن كان ذلك من صفات الرائي كان قوله على أحسن صورة عائدا إلى الرسول عليه وعلى آله الصلاة والسلام. وفيه وجهان: الأول أن يكون المراد من الصورة نفس الصورة، فيكون المعنى أن الله تعالى زين خلقه وجمل صورته عندما رأى ربه، وذلك يكون سببا لمزيد الإكرام في حق الرسول عليه السلام. طبعا الآن تذكرت، أنا قلت لكم راجعت إجمالا، لكن الآن تذكرت من صفاهات التيمية، من صفاهات شيخ التيمية عندما يناقش الرازي في هذه المسألة. لاحظ ماذا قال الرازي؟ قال: أن يكون المراد من الصورة نفس الصورة، فيكون المعنى أن الله زين خلقه وجمل صورته، صورة النبي صلى الله عليه وسلم، عندما رأى ربه، وذلك يكون سببا لمزيد الإكرام في حق الرسول عليه السلام. لاحظ، بالرغم من أن هذا المعنى هو في التأويل، فلا يصح أن نناقش المعنى المؤول له، أي جهة اشتراك يصح التأويل. إذا انعدمت جهات الاشتراك في المعنى يكون التأويل على نحو الغلط، إلا مع وجود قرينة تصرف إلى معنى آخر لا يشترك مع المعنى الأصلي والمعنى الحقيقي والمعنى الظاهري. فبالرغم من أن الكلام في التأويل وباب التأويل مفتوح، ماذا يناقش شيخ التيمية العبقري شيخ التجسيم يريد أن يناطح الرازي؟ أين الثرى وأين الثريا؟ ماذا يقول هنا؟ لاحظ، من ضمن النقاش الفارغ، وهو لا يصح
أصل النقاش مع هذه التأويلات، فيقول التفت جيدا، يقول إذا كان زين خلقه بمعنى هذا، هذا ما أتذكر من قول من معنى قول التيمية، يقول إذا زين خلقه وجمل صورته عندما رأى، لاحظ قيد الرازي عندما رأى ربه، تفاهت التيمية ماذا يقول؟ يقول إذا كان هذا فلم يخبرنا أحد بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الرؤيا، بعد هذا الحديث، بعد هذه الليلة، بعد هذه المكاشفة، لم يخبرنا أحد بأن شكل النبي قد تغير، صورة النبي قد تغيرت، النبي صار أحلى، النبي صار أجمل. لاحظ إلى أي مستوى من الضحالة في الفكر. طبعا بكل سهولة باب التأويل مفتوح، حتى لو لم يأتي بقيد عندما رأى ربه نقول له جمله في وقت الرؤيا فقط، كما أنت ترتدي أحسن الملابس وتتزين بأحسن الزينة وتضع أفضل العطور وتقابل الأمير، عندما تخرج من الأمير بعد هذا تخلع الملابس والزينة ويذهب العطر وينتهي كل شيء. يا عقل يا فارغ، ومع هذا يكفر الناس ويكفر المسلمين. أريد أن يناطح الرازي، أيها الثرى وما تحت الثرى، إلى هذا المستوى من التفاهة، ويقولون عالم وشيخ إسلام، ويكفر الآخرين وبيح دماء الآخرين ويسفه الآخرين. الثاني إذن هنا يقول هذا هو المحتمل الأول، إذا كان من صفات الرائي قال فيه وجهان، الأول والثاني أن يكون المراد من الصورة الصفة، ويكون المعنى الإخبار عن حسن حاله عند الله، وأنه أنعم عليه بوجوه عظيمة من الإنعام كما كان، أي الإخبار عن حسن حال النبي صلى الله عليه وسلم عند الله سبحانه وتعالى، وأنه أنعم عليه بوجوه عظيمة من الإنعام كما كان. وذلك لأن الرأي قد يكون بحيث يتلقاه المرئي بالإكرام والتعظيم، وقد يكون بخلافه، فعرفنا الرسول عليه السلام أن حالته كانت من القسم الأول، فعرفنا الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى آله الصلاة والسلام أن حالته كانت من القسم الأول، أي أن الله سبحانه وتعالى قد تلقاه بالإكرام والتعظيم. هذا هو أيضا كتأويل محتمل. بعد هذا يقول باء، وأما إن كان عائدا إلى المرء في أحسن صورة، يقول إذا كان عائدا إلى المرء ففيه وجوه، الأول أن يكون عليه وعلى آله الصلاة والسلام رأى ربه في المنام في صورة مخصوصة، وذلك جائز لأن الرؤيا من تصرفات الخيال، ولا ينفك ذلك عن صورة متخيلة. طبعا لاحظ الآن كلام الرازي واضح بأنه يقبل بالرؤيا في المنام بصورة مخصوصة، يقول وذلك جائز لأن الرؤيا من تصرفات الخيال ولا ينفك ذلك عن صورة متخيلة، إذن يجي الصورة في المنام. الآن ما هو تفسير هذا وماذا يقصد هنا؟ هل هي تمثل صورة الله أو تجلي أو صفة من الصفات أو هيئة من الهيئات تدل على عظمة الله، على ذات الله، على صفات الله، كما تجلى الجبل ورآه موسى عليه السلام؟ هل يقصد هذا أو لا؟ هو يؤمن فعلا بإمكان وجواز المشاهدة والرؤية في المنام، هذا ليس مقام البحث. إذن هو أول هنا يقول أن يقول عليه وعلى آله الصلاة والسلام رأى ربه في المنام في صورة مخصوصة، وذلك جائز لأن الرؤية من تصرفات الخيال ولا ينفك ذلك عن صورة متخيلة. وإن كان المعنى كما نحن نقول به لا يمكن حتى في المنام، فهو أتى بعبارة تحمل أكثر من معنى وفيها تشابه ومتشابه، فتقبل التأويل وتقبل المعنى الآخر، فأراد أن يدفع عن نفسه من السلطان، من وعاظ السلاطين، من حمير العلم، من سواد الناس، من جهال الناس، لأن يوجد روايات كثيرة تتحدث عن الرؤيا في المنام، فلا يستطيع أن ينكر هذا جملة وتفصيلا ويكذب هذا جملة وتفصيلا، فأتى بعنوان عام وبمعنى عام، لسنا في مقام الدخول في تفصيل هذا، لكن على أقل تقدير هذا يوافقه التيمية، يوافقه المجسمة، يوافقه المشبهة بأنه رأى في المنام. يقول باء، وأما إن كان عادا إلى المرء ففيه وجوه، الأول يقول
يكون رأى ربه في المنام في صورة مخصوصة وذلك جائز. الثاني أن يكون المراد من الصورة الصفة، وذلك لأنه تعالى لما خصه أو خصه بمزيد من الإكرام والإنعام في الوقت الذي رآه صح أن يقال في العرف المعتاد أني رأيته على أحسن صورة وأجمل هيئة. الثالث لعله عليه وعلى آله الصلاة والسلام لما رآه اطلع على نوع من صفات الجلال والعزة والعظمة ما كان مطلعا عليه قبل ذلك.